اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ترند الاهلي واهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب يلا كوره على تويتر اللي بيتكلموا ان في مصدر في الاهلي قال لهم ان بيرسي تاو سيكون جاهز خلال شهر من الان للتواجد تحت تصرف كولر وسيكون قادرا على التواجد ضمن حسابات الاهلي في منافسات كاس العالم للانديه. والله اول ما لحقش كاس العالم للانديه يبقى من اللعيبه اللي حظها سيء جدا. يعني الراجل جاي عايز يلعب كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي، وصل الاهلي سيمي في كاس عالم الانديه اتصاب قبل البطوله فما شاركش. المره دي كمان هو عنده اصابه، بس هو ان شاء الله باذن الله النسب الاكبر ان هو هيلحق، يعني باذن الله واحد احد، بس نفسي يلحق وهو رجله في الملعب، ما يلحقش على البطوله على طول، يعني يلعب له ماتشين ثلاثه بالكثير قبل ما يشارك مع الاهلي في كاس العالم الانديه. اتمنى كده، ويمكن ده او حته انه يلحق ده الاقرب بنسبه كبيره ان شاء الله. قدامه ممكن يكون اقل من شهر كمان، لكن في نفس الوقت اتمنى ان هو يكون جاهز كمان فنيا وبدنيا بشكل مناسب للبطوله. في المقابل واحد تاني من حظهم سيء قوي في موضوع كاس العالم، برده كان مصاب مع منتخب ما شاركش في كاس العالم، وكده كده كان ممكن ما يلحقش برده حتى ما كانش اتصاب، لان كان اللعيبه الدوليه بتاعت الاهلي موجوده مع منتخب مصر طبعا الاولى اكيد. لكن اكرم برده اتصاب وجاله قطع في الرباط الصليبي للاسف فمش موجود. لكن هنا بيتكلموا او بيتناولوا موضوع اصابه اكرم من منطلق مختلف، وهو ده من خلال حساب اليوم السابع الرسمي على تويتر، وان الاهلي بيدرس التعاقد مع ظهير ايمن في الميركاتو الشتوي بعد صدمه اكرم. ما عنديش تعليق على الحته دي، يعني ما عنديش تعليق على الحته دي. اكيد الناس في النادي الاهلي هم ادرى بالقرارات وادرى ممكن يدعموا الحته دي ولا لا، هل في حلول مختلفه ممكن ما تكونش في اذهاننا احنا مثلا، الله اعلم. فما عنديش تعليق على الحته دي، لكن اكيد كل الدعم لاي قرار يكون من كولر، لان اكيد كولر هو المسؤول عن قرارات التعاقدات في شهر يناير والمراكز اللي هو محتاجها. كوره 11 وحسابهم على فيسبوك قال لك مش عمر كمال، الاهلي على اعتاب التعاقد مع بديل اكرم توفيق عقب تعرضه للرباط الصليبي. هنا بيتكلموا على ايه؟ عشان برضو انت تقول لي طب هم قصدهم على مين؟ فانا هقرا لكم الخبر. هم بيتكلموا على اللاعب هشام صلاح ظهير ايمن اتحاد اسكندري. قال لك موضوع عمر كمال، هو بالنسبه عمر كمال يا جماعه لعيب جامد قوي، هو يمكن من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في المركز ده في مصر وجهه نظري. وجهه نظر عمر كمال عبد الواحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في المركز ده في مصر، بس انا بقول لكم الاهلي عمره ما هيروح يحاول يتعاقد مع لعيب مش هيشارك معاه افريقيا. عمر كمال شارك مع فيوتشر في الكونفدراليه فلا يحق له المشاركه مع اي فريق اخر في البطوله، فبالتالي انت مش هتروح تحاول مع عمر كمال، انا بتكلم على شهر يناير يعني. لكن ممكن تبص في حلول اخرى لو انت عندك الرغبه. هتقول لي ما هو طبيعي اكرم اتصاب ومش عارف ايه، اقول لك مش شرط، دي ترجع لرؤيه المدير الفني. هننتظر رؤيه المدير الفني حتبان من خلال اعلان النادي الاهلي عن صفقاته، الله اعلم هتكون انت ان شاء الله باذن الله تكون بشكل مبكر في شهر يناير. لكن هنا بيتكلموا على هشام صلاح، هو لاعب مميز برده الظهير الايمن بتاع الاتحاد السكندري، لكن ما فيش اي مفاوضات رسميه حتى الان خالص اصلا، وما فيش رغبه معلنه من النادي الاهلي بخصوص التعاقد مع هذا اللاعب، وما فيش قرار بخصوص الجزئيه زي دي. فخلينا ننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يحصل، بس بعلق مع حضراتكم على الخبر. طيب حساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر قال لك كولر استقر على رحيل خمسه لاعبين في الميركاتو الشتوي. طيب تعالى نستعرض ونعلق. قال لك اول واحد محمد محمود، قال لك خلاص هو هيطلع يعني في شهر يناير على سبيل الاعاره. انا بقول لحضراتكم لو خرج محمد محمود هيبقى على سبيل الاعاره، مفيش بيع خالص، ده امر مؤكد ومحسوم ويعني بديهيا كده محمد محمود وبعديه زياد طارق برضه هما بيتكلموا عليه، الاثنين مش متمرنوا مع فريق الاول لكره القدم، فطبيعي طبيعي واضح ان في رغبه عند الجهاز الفني ان هم يخرجوا على سبيل الاعاره. خلينا ننتظر الايام المقبله ايه اللي ممكن يحصل، الايام القليله جدا المقبله يعني. احنا النهارده كام؟ النهارده 26 ديسمبر يعني. اللاعب الثالث اللي بيتكلموا عنه حسام حسن، انا ما اقدرش اتكلم او اجزم بحاجه زي كده، حسام حسن لحد امبارح بيلعب يعني، حتى لو بيشارك كبديل او بياخد بعض الدقائق، بس هو في الحسابات بتاعه الجهاز الفني بدليل انه بيلعب، فانا بشوف ان ده اجتهاد في حته حسام حسن. مصطفى سعد لاعب سيراميكا اللي جه برده يا جماعه الامور مش واضحه قوي بالنسبه لمصطفى سعد، لان مصطفى لما جه دائم الابتعاد عن تدريبات النادي الاهلي بسبب مشاركته او انضمامه لمعسكرات المنتخب الاولمبي، ومعسكرات المنتخب الاولمبي من ساعه ما جه مصطفى سعد لحد فتره قريبه كانت كتيره، وكان في ماتشات وكلام من ده وكلنا كنا بنتابعها، فما لحقش يندمج مع الفريق، والفتره الاخيره بالتحديد كان عنده اصابه في العضله الاماميه. حته ده يخرج اعاره ما يخرجش اعاره دي حاجه ترجع للجهاز الفني، بس انا بقول لك الوضع بالنسبه لمصطفى سعد خلال الفتره اللي فاتت كان ماشي ازاي؟ خلال الفتره اللي فاتت كان ماشي ازاي؟ وانا هقول لك معلومه، الكلام كان ايجابي من كولر مع مصطفى سعد. هل معنى المعلومه دي ان مصطفى مكمل او هيمشي؟ ما اعرفش، بس انا بقول لك اللي كان بيحصل. القرار في الاخر لمين؟ لكولر. محمد فخري هو اللاعب الخامس اللي بيتكلموا عنه، بشوف ان محمد فخري برده في الحسابات مش بعيد يعني، حتى لو ما بيشاركش بس ساعات بنشوفه في القايمه.
فاكيد الفتره دي هتلاقي اجتهادات كتيره جدا، ده طبيعي لان احنا خلاص داخلين على فتره الانتقالات الشتويه، فطبيعي تلاقي اجتهادات بالشكل ده يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر من حساب سبورت 360 على تويتر، وقال لك ان سموحه يتقدم او يقدم عرضا لاستعاره ثلاثي او ثلاث لاعبين من الاهلي، حسام حسن، محمد محمود، كريم الدبيس. فأنا بقول لحضراتكم هو ده كان تصريح للكابتن طارق العشري، يعني هم اكيد واخدين يعني الخبر ده على لسان الكابتن طارق العشري امبارح بعد المباراه اللي هو مدير فني سموحه طبعا، قال لك احنا طالبين حسام حسن ومحمد محمود وكريم الدبيس، فهل الاهلي هيوافق ولا لا ان يرحلوا، بالتحديد كريم ديبيس وحسام حسن؟ الله اعلم، خلينا برضه ننتظر ونشوف، لكن واضح ان في رغبه قويه جدا عند سموحه للتعاقد مع الثلاثي بدليل تصريحات الكابتن طارق العشري. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل. استنونا.